السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل الأحداث المتسارعة على الساحة، وددت أن أقول بعض كلمات عنونتها بعنوان كلمات لله وللوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الهداة الميامين وصحبه المنتجبين، وبعد، فهذه بعض كلمات صادقة أقولها لله وللوطن، لا أبحث من خلالها عن مزايدات أو مساومات أو إرضاءات، حسبي رضا الله تعالى، وأن أرى وطني آمنا مستقرا متحابا متآلفا خاليا من كل الأزمات والاحتقانات والمنغصات والصراعات والعداوات. لا أريدها أمنيات جانحات في الخيال، فالعقل والحكمة والبصيرة والحب والثقة والصدق والإخلاص والإرادة مكونات قادرة أن تواجه أصعب المآزق والمخاطر. الكلمة الأولى: يجب أن يعاد النظر في كل رهانات العنف الأمني والسياسي والطائفي، والتي تقود البلد إلى أخطر المنزلقات والنتائج. ربما يصفق البعض لهذا الرهان أو ذاك بوهم الإخلاص وحب الوطن، وليس الأمر إلا تفخيخاً لكل الأوضاع وإسقاطاً لكل الخيارات ودفعاً في اتجاه التأزيم. ربما تصاغ الحسابات الأمنية والسياسية بطريقة مأسورة لكثير من الوهم والانفعال، وفي ذلك المزيد من التعقيد الأمني والسياسي. أما آن الأوان إلى مراجعات جريئة تحاسب كل الرهانات أما آن الأوان إلى مراجعات جريئة تحاسب كل الرهانات المتشنجة، والتي لن تكون أبداً خيارات إنقاذ وبناء وإصلاح. الكلمة الثانية: أخاطب كل الغيارة المخلصين في هذا الوطن أن يعملوا جادين من أجل إنتاج المحبة والثقة والوحدة والتعاون بين جميع مكونات هذا الشعب. ومما يؤسف له أن هناك مزايدات في توظيف الكلمات، وربما أخذ هذا التوظيف منحاً مسيساً أو منحاً مصبوغاً بالشك والريبة والاتهام. إن الشحن الأمني والسياسي والطائفي أمر في غاية الخطورة وله آثاره المدمرة، وإذا كنا نرفض كل أشكال الشحن في أي اتجاه، فإن الأسوأ والأخطر أن تتحرك خطابات شحن تطال شعباً أو بعض مكونات شعب. وهذا لا يعني أننا نمارس شحناً مضاداً، فكل أشكال الشحن المنفعلة مرفوضة ما دامت تنتج أوضاعاً مأزومة أمنياً وسياسياً وطائفياً. إن مسؤولية كل المخلصين أن يمارسوا حراسة هذا الوطن، إلا أن الخطابات المبرمجة أمنياً وسياسياً لن تقود إلا إلى الخراب والدمار. وأسوأ الآثار
فما أحوج المرحلة إلى خطابات تتجاوز الثأر والانتقام والشحن والاتهام وإيقاظ العداوات وتأجيد الأحقاد. الكلمة الثالثة: إن حبنا لهذا الوطن ولأمنه واستقراره ورخائه وازدهاره يفرض علينا جميعاً أن نتعاون من أجل حماية هذا البلد الطيب من كل الأزمات والصراعات والعداوات. وهنا أود أن أقول إن مشروع الإصلاح السياسي الذي باركه كل الشعب يمر بمآزق صعبة، مما أنتج الكثير من الإرباكات والتأزمات والتداعيات، ولن نكون مخلصين لهذا المشروع إذا لم نعترف بهذه الحقيقة وبقينا نعيش استرخاءً في أحضان الأحلام. يجب إنقاذ المشروع من أجل هذا الوطن، ولا أعتقد أن إنساناً على هذه الأرض يضمر شراً لهذا الوطن ولهذا المشروع. لذا فإن الخيار الأمني القاسي ليس هو الحل وليس هو المخرج ما دامت هناك خيارات أخرى قادرة. إن المعالجات الأمنية القاسية المتشددة لن تنتج إلا مزيدا من التأزم والتوتر والحقد والكراهية والانفعال والتشنج. لا أظن أن الخيارات الأخرى قد استنفذت، لا أظن أن الخيارات الأخرى قد استنفذت حتى نضطر إلى أن ندفع بالبلاد إلى واقع مشحون بالمخاطر والمكاره والمحن والشدائد والويلات. الكلمة الرابعة: إن الحوار هو الخيار الأصوب والقادر على إنتاج الثقة، والتي أصابها الكثير من الاهتزاز في ظل واقع يحتاج إلى الكثير من المعالجة والصبر والحكمة والمحبة، وليس إلى مزيد من العنف والشدة والغضب والكراهية والانتقام. الحوار هو الخيار القادر على الدفع في اتجاه المصارحة والمكاشفة والانفتاح والشفافية والتسامح والتقارب. الحوار هو الخيار القادر على حلحلة الأوضاع والأزمات ومعالجة كل الملفات التي باتت تشكل مصدر قلق، بدءاً من ملف البطالة وانتهاءً بملف التجنيس، مع تأكيد الحاجة إلى إعادة النظر في العملية السياسية شكلاً ومضموناً. إن عاهل البلاد بيده أن يتخذ قراراً جريئاً في الدعوة إلى حوار جاد وهادف وصادق وصريح، وسوف يجد قلوباً مملوءة بالحب والشفافية والسماح والانفتاح. وقد أكد أبناء هذا الشعب في أصعب المنعطفات أنهم أوفياء لهذا الوطن واستقلاله وأمنه واستقراره ووحدته وتآلفه. الكلمة الخامسة: إننا نتوجه إلى الأحبة من أبناء هذا الوطن أن يحافظوا على قداسة هذا الشهر الفضيل وأجوائه الربانية المباركة، والابتعاد عن كل أسباب التوتر والتأزم. لا يعني هذا أن تتجمد المواقف المطالبة بالحقوق، إلا أننا نصر على اعتماد الأساليب السلمية والحفاظ على الضوابط الشرعية وعدم الإضرار بمصالح الناس والمجتمع مهما كانت المبررات.